أهلا بكم من جديد إلى موضوعنا التالي. قمة أمنية بامتياز تلك التي اختتمت أعمالها في الرياض، فالأمن كان مهيمنا على قرارات القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط نتائج لافتة لترسيخ مفهوم التكامل بين دول الخليج في المجالات المختلفة، وجهود لاستكمال الخطوات نحو مزيد من الترابط. في ظل يعني الرغبة الشعبية بين دول المجلس التعاون شعوبها انه يصير في تكامل واتحاد، هل تتوقع ان يحدث هذا ولا الواقع الملاحظة انه في رؤية الملك سلمان اللي قالت هي عبارة التكامل اللي اول مرة نسمع العبارة هذه، كنا نسمع عبارة الاتحاد في الاول، الان نتكلم عن تكامل، وهذا يبين على انه التوجه في المملكة العربية السعودية للاتحاد هو توجه استراتيجي، ولكنه مؤجل الآن إلى أن رؤية خادم الحرمين أنه فعلا يبدو في تكاملية تحدث قبل أن يصير فيه نوع من الاتحاد، وبالتالي كانت الرؤية فعلا كانت واضحة، كانت على ثلاثة محاور واضحة جدا، محور اقتصادي، محور اجتماعي، ومحور أمني عسكري. إيش الاجتماعي؟ الاجتماعي اللي هو في تقوية الأمان العامة للمجلس، إعطائها مهام جديدة، وضعها فعلا في ما يخص بالذات محمد. صحيح أنا فاهم الأمني وأفهم الاقتصادي تكامل، بس اجتماعي يعني شعوب الخليج متزاوجين ومتصاهرين، في, 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 في ناحية مثلا موضوع حماية البيئة وإعطاء الأمانة، هذا الشيء إعطائهم أيضا جانب مسألة حصر مكافحة الأوبئة في جانب، وفي جانب حماية المستهلك، وفي جانب حماية المعاقين، كل هذه جوانب اجتماعية، هذه محور. ماجد، تتوقع أنه ننتقل من التكامل إلى الاتحاد؟ طبعا هم مطلب الاتحاد ولو على مرحلتين أو ثلاث مراحل، يعني لا ينتظر الاتحاد أن يكون اتحاد للدول الست، هو يجب أن يكون اتحاد على مرحلتين أو ثلاث، الدول الجاهزة تنضم معك الآن، الدول التي مترددة أو منشغلة باستكمال بعض الأمور حينما ترى الفوائد والمنافع من الاتحاد ستنضم، ستتسابق الدول. هذا هو الجانب اللي أنا أضيف عليه أستاذ محمد، يتصل الجانب المجتمعي وهو المغفول عن في مجلس التعاون الخليجي، وهو الذي اخترقنا فيه. الجانب الاجتماعي المجتمعي الشعبي، نحن دائما نقول نحن شعوب واحدة ونحن امتداد، الصحيح لا، مجتمعات الخليج اخترقت، ولا أريد أن أسمي دول الخليج يعني، ولكن كل دول الخليج اخترقت حقيقة اجتماعيا، يعني أصبح فيه نسب كبيرة جدا من التوطين والتجنيس، وطغت على 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 المكون الخليجي، وأصبح هناك تنافر ما بين المكون الشعبي المنتمي للخليج اصلا والجديد على منطقه الخليج. خليك واضح يا حماد. لا 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 واضح. من وين؟ يعني انا ماني حاسس. لا 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 واضح. لا ما في اسرار. يعني حينما تتكلم مثلا عن دوله الكويت تتكلم عن نسبه كبيره جدا من يسمونهم العجم اللي هم الاصول الايرانيه او اللي من الشام، من فلسطين ومن العراق ومن سوريا. نفس الحكايه موجود هذا في الامارات. البحرين عن نسبه اقل. القطر ظهرت فيها ولكنها بنسبة أقل، ولكنه عاملها مؤثر جدا مثلا في الإمارات حتى في البعد الديني، اسمح لي البعد الديني هو مكون رئيسي، أصبح الآن الإمارات لهم بعد ديني آخر غير البعد المنهجي الموجود عندنا بأثر المكون الشعبي الوافد اللي أصبح جزء من المكون الإماراتي، وهنا الخطر. وسبق أن رفعت الأمير نايف رحمة الله عليه مشروع أن احنا يجب أن نعتني بالمكون الشعبي من خلال التعليم العام، من خلال التعاون بين الجامعات، أننا نكرس التبادل التعليمي فيما بين دول، وهذا غائب. لو تراجع التكامل ترى أنشأنا جامعة الخليج فقط، وجامعة الخليج أصبحت في البحرين ومنضوية ولم نتوسع فيها. حاب يشوف الأستاذ ديناني. أنا الحقيقة بس تتم لكلام الأخ محمد المهنة عن موضوع التكامل، وأنه الاتحاد يعني رغبة استراتيجية، وأنا أعتقد أنه هذا هو الطريق الصحيح لنصل إلى الاتحاد. الأوروبيين الآن عمر الاتحاد تقريبا 60 سنة، هو من عام 58، وإحنا الآن في العام 37، يعني ترى صحيح هو وقت طويل. 57 إيش ميلادي؟ أيوة الاتحاد الأوروبي من عام 1957 ميلادي. 37 37 سنة الخليج وهم الآن عمره 60، هم في 2007 احتفلوا، بلغني الأخ ماجد قبل شوية، في 2007 احتفلوا بمرور 50 سنة. طيب، ولذلك يجب الخطوات التي تمت الآن، الاتحاد الجمركي، الآن نسافر بالبطاقات، يبقى شيء مهم والاتحاد الأوروبي عملوه اللي هو إلغاء الحدود بين الدول. يا أخي الآن مكلف
للدول هذا الموضوع اللي هو يعني تخدم وتداخل وتخدم. طيب النقطة أخرى، أنا لا أتفق مع الأخ ماجد في موضوع المكون. طبعا هذه يعني المتخصصين الكبار في علوم الديموغرافيا ممكن يدرسونها ويقولون أكثر من، لكن أنا أعتقد أن هذا لا يمثل خطرا علينا في لا في المملكة ولا في الخليج كله ولا في الإمارات. واللي قال هو عن المكون الديني في الإمارات، أنا أعتقد أنه ميزة الإمارات وليست عيبا فيها. والنقطة الأهم من هذا أنه أنا أتمنى أن أرى جميع دول الخليج فيها القوانين يا أخي اللي موجودة في الأمارات والتي تحفظ حقوق الناس وحرياتهم الشخصية، وأنا آمل أن يعمم هذا لأنه هذا هو من أهم مراحل التكامل بين الدول. عشان ما في كلمة خلاص، أنا لم أحكم على المكون الديني عندهم، أنا أقول هناك تباين، أنا أحكي عن التباين. إذا التباين في ظل دولة القانون خلينا نتكلم عن التباين فيما بيننا وبينهم. إذا نحن نسعى إلى مكون أصبح فيه التباين في شقة كبيرة، أما قضية الجانب السكاني حسب التقارير 15% المكون الخليجي، المكون 15% فقط. طيب بلجس تبتقل شيء؟ نعم. بالنسبة للمجلس الآن زي ما تفضلوا الأخوان 37 سنة وفي تطورات وفي أعمال شهدناها، ومن الناحية الأمنية طبعا فيه تركيز كبير من الناحية الأمنية، يعني هذا ما نبغى نتكلم عنه، ولكن في أمور أخرى كثيرة نسيت، ومثل توحيد العملة، مثل توحيد الجواز أو حاجة زي كذا، كان في يعني في أشياء كثيرة أتكلم عنها ولم تتم وكانهم نسوا عنها. المهم الآن أنه برضو في المجلس التعاون الخليجي الهيئات التي تعمل إلى المجلس أو الجمعيات التي تعمل للمجلس بدأنا نجد أن بعض الدول إذا أرادت أن تمرر أجنداتها فتمررها عن طريق المجلس، عن طريق المجلس نفسه. يعني مثلا خلينا أقول لك، مثلا كان في محاولات لرفع أسعار البنزين فلم يستطيعوا من الداخل، فبدأت إيش عن طريق الهيئات من المجلس. في إضافة صغيرة واضح اسمحني وقتين نص دقيقة بالنسبة هذه نقطة مهمة أشار لها الأخ برجس اللي هو يعني أنا أعتقد أنه دول الخليج الآن وطبعا الاتحاد الأوروبي عندهم مفوضية ومفوض للشؤون الخارجية. أنا أهم نقطة الآن أعتقد أنه على دول الخليج أن تفعلها وتوحيد السياسة الخارجية. يا أخي الآن سياسات خارجية وهذه السياسة الخارجية سيتبعها قطعا الأطر الإعلامية اللي تخدم هذه السياسة. ممتاز، فاصل ثم نعود إليكم.